في إطار شهر التراث اللي تنظم وزارة الشؤون الثقافية كل سنة من 18 أفريل لغاية 18 ماي، السنة التام هو اللباس التقليدي بين الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية. لازمنا نقعدوا ديما مواصلين على المهنة متاعنا هذه، تطريزنا وخدمتنا وصنعة الأجداد كما يقولوا فيها ما توفيش. تلقى عندي تطريز متاع أكساوي تونسي، لباس تقليدي صفاقسي بنطرز عدس وكنتيل، نطرز سلطاني وسمسم وقصبة، ونخدم برسك توت لي موديل. نجم انا نخدم لنا فيها ديزاين في البلوزه، نخدم لنا في البنطلون، نخدم لنا في الشميز، نخدم لنا فازه كيما هكا يخرجوا فيها الزينه زيده. جروب للحرفيين اسمه حلمة وغرام، عملنا الجروب هذا باش نشجعوا الحرفيين باش يهبطوا خدمتهم ونعرفوا بالتظاهرات والمعارض في ولاية صفاقس. الجروب عملته انا واختي، حبينا نعاونوا به خاطر كي حبينا على الاول نخدموا كل جروب نمشيو نهبطوا فيه نلقاوه في الامبورتاسيون ونلقاوه تجاري، حبينا جروب يخص الحرفيين ويعرف خدمتهم. حبينا باش نزيدو نعرفو برواحنا بما ان احنا نخدمو في الدار ما عنديش لوكال. عجبتني الحكايه ودخلنا مع جروب حلمة وغرام وقعدنا ديما نستدعيو في برشا حرفيات باش يعرفوا، خاطر تبارك الله عندنا برشا ناس قاعده تخدم في خدمه يدويه لاباس بها. حاولنا باش نقصوا في التكلفه باش المواطن يجم يشري من عندنا، باش يلقى اكسسوارات، باش يلقى لباس سهره، لباس يومي، كل شيء. الأهداف متاعها هي التعريف بالصناعات التقليدية، تشجيع الحرفيين على الترويج منتوجهم، تشجيع الحرفيين أنهم يعرفوا منتوجاتهم وأنهم يسوقوا للمنتوج متاعهم ونحطوهم on contact مع مواطنين ومع الناس. إن شاء الله تكون دورة ناجحة فيها أكثر من 50 حرفي. نخدم لي برودي أليمونتير سان غلوتين لي مالادي بور لي مالادي سيلياك اللي عندهم حساسية من الفارينة، جوست نخدم فارينة الفارين دوري فارين دو مايس. هذو عباد راهم ماهوش مرض، هذه حساسية والحكاية هذه ياسر موجودة مستفحلة بالباهي بالباهي. بحكم عندي تجربة كل شيء حبيت باش نستثمرها في الحكاية هذه اللي هي برودوي أليمونتير سان غلوتين من غير مواد تصبير، هذاك علاش كل شيء يصير كومون. ويتواصل إلى غاية 22 ماي من نفس الشهر بالفضاء الثقافي فندق الحدادين في المدينة العربي، ومفتوح الفضاء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء ما عدا يوم الاثنين.